الهيكل الاقتصادي فلا يكون الهيكل الاقتصادي متكون من قطاع واحد او معتمد على قطاع واحد، الخدمات او تصنيع او زراعه او تجاره، بل تحاول التنويع، لان كلما زاد تقدم ورقي الدوله كلما زاد التنوع الاقتصادي فيها وكلما زاد التنوع في هيكل الصادرات الخاص بها. تحاول جاهدة حماية الطابع الصناعي المحلي، بمعنى أنها تقوم بمحاولة تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي، وهذا يكون في صالح الدولة من ناحية بتقليل الاستيراد، ويكون أيضا في صالح الدولة من ناحية أخرى عن طريق الضرائب التي سوف تجنيها من أرباح التي تحققها مثل هذه الشركات. كذلك تقوم بدور اجتماعي ليس اقتصادي فقط، واهم الادوار الاجتماعيه التي تقوم بها هذه المشروعات القضاء على المشكلات الاجتماعيه كما قلنا، مثل الفقر والبطاله، تحسين مستوى المعيشه في الريف عن طريق زياده مستوى الدخل وبالتالي تزداد رفاهيه المواطنين وخاصه في الريف. ايضا استغلال الامثل للطاقات الماليه والبشريه، معظم غالبيه السكان في دولنا العربيه والاسلاميه مكونة من الشباب، وهذه الشباب هي القوة الدافعة والمحرك لأي تنمية، فهذه المشروعات تقوم باستغلال هذه الطاقات الكامنة في المجتمع. كذلك تحاول الاستغلال الأمثل للموارد المحلية. دور المشروعات الصغيرة في التحول نحو الاقتصاد الأفضل، حاليا في معظم دول العالم تحاول التحول الاقتصاد الأفضل، أي الحفاظ الاقتصاد الذي يحافظ على البيئة ويدمر البيئة لما يتبع هذا من مشكلات كثيرة، فتقوم مؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهذا الدور بأن تهيئ